صباح النور سيد الفاضل. صباح الخير. اهلا وسهلا بك معنا. يعني سيدي الكريم، يبدو واضحا اتخاذ المجلس العسكري مجموعه من القرارات تهدف ربما الى اعاده ترتيب المشهد في السودان منذ اللحظه الاولى لاعلان تنحي البشير، لاحقها اعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف من منصبه، ومن ثم تشديد المجلس على ان حزب البشير لن يشارك في الحكومه المقبله، وبان تشكيل الحكومه وتسميه رئيسها اليوم في ملعب قوى المعارضه. لكن في المقابل تجمع المهنيين السودانيين طالب بتشكيل مجلس رئاسي مدني بتمثيل عسكري محدود. هل برأيك اليوم تتعارض الأجندات السياسية للقوى المعارضة تحديدا فيما يتعلق بالحكومة المدنية مع ما يسعى إليه المجلس العسكري الانتقالي؟ من الواضح تماما أن البون شاسع جدا بين أطروحات المجلس العسكري الانتقالي وبين تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير، وتصبح هذه المسافة بحاجة إلى تكسير وردم الهوة. والآن المجلس العسكري من الواضح أيضا أنه يواجه ضغوط متكاثفة داخلية وخارجية. الضغط الأول يتمثل في استمرار الاعتصام في الساحة التي هي أمام وزارة الدفاع السودانية، وأيضا هناك ضغوط أخرى لحالة الشلل شبه التام في حركة الحياة العادية في دواوين الدولة بما يشبه حالة العصيان المدني عن العمل. توقف حركة الحياة، توقف دولاب العمل إلى جانب الضغوط الخارجية، كل هذا يحشر المجلس العسكري في زاوية ضيقة جدا. والآن هو يحاول أن يمارس نوع من لعبة الهروب إلى الأمام بالملفات التي يحاصره بها الثوار في ساحة الاعتصام، ويطالبون بأفعال، لا يريدون تأكيدات لفظية، لا يريدون مزيد من الأحاديث التي بدأت تتردد في البيانات الرسمية والمؤتمرات الصحفية التي عقدها قادة الانقلاب العسكري. كل هذا لم يجدي فتيلة ولم يفكك حالة العصيان التي ينشد المجلس العسكري أن يخلص من هذه الورقة، ورقة الضغط الأساسية للقوى المعارضة. وبالتالي الآن من الواضح تماما أن المجلس العسكري الانتقالي تبع لقرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي منحه مهلة لا تتجاوز الأسبوعين لتسليم السلطة إلى القوى المدنية. الآن هو حقيقة موجود في منطقة صعبة وخطرة، وكان نعم يمني نفسه في هذا الموضوع إلى عامين لو سمحت لي، ولكن بالعودة إلى نقطة أساسية وهو طلب تجمع المهنيين السودانيين بتشكيل مجلس رئاسي مدني بتمثيل عسكري محدود. هذه الخطوة إلى ماذا تشير؟ يعني تحدثنا عن الواقع الميداني وهذا واضح، ولكن بالنسبة للخطوات السياسية اليوم، ما الذي يختلف ما بين هذا الطلب الذي تقدم به تجمع المهنيين السودانيين والخطوات السياسية التي يسعى المجلس العسكري الانتقالي للقيام بها؟ في الأصل هذا المقترح يتأسس، الشعب السوداني عاش تجربتين لانتفاضة في 64، في أكتوبر 64، وكان المخرج والانتقال السلس والسلمي للسلطة تم عن طريق تأسيس مجلس يقود المجلس الرئاسي يقود العمل من المدنيين بالكامل. هذا النموذج أيضا هو جزء من الإرث السياسي السوداني. صحيح أن التجربة في 85 في الانتقال من سلطة جعفر النميري إلى الثوار تمت عن طريق ازدواجية المجلسين، مجلس الوزراء المدني والمجلس العسكري بقيادة المشير ثوار الذهب. السودانيون لطول حقبة الإنقاذ ولتزايد الشكوك ولانعدام الثقة شبه الكامل يجعل الآن الخيار المطروح والذي هو متضمن في ميثاق أو إعلان الحرية والتغيير أن يكون هناك مجلس رئاسي مدني أو مجلس سيادي مدني. هذا المجلس يعني لا يعارض تجمع المهنيين ولا تعارض قوى إعلان الحرية والتغيير في قبول ثقة مزدوجة أن يحدث هناك نوع من التمثيل النسبي الطفيف للعسكريين داخل هذا المجلس. هذا يتعارض مع وجود مجلس عسكري انتقالي كما هو الحال الآن وفق ما أعلنه وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، ومضى على ذات المنوال الآن الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وبالتالي المسافة تبدو كبيرة جدا. الشباب الآن يرقبون في أن يؤمنوا ثورتهم وأن يروا نتائج إيجابية على الأرض وأن يروا نفسهم على مشهد الحراك. والمدنيون هذه قطيعة أيضا نفسية متطاولة لها زمن طويل، الحكومات العسكرية والتجارب مع العسكر في تبادل دورات الحكم ما يسمى بالحلقة الجهنمية في السودان جعلت هذه الشكوك مبررة وموضوعية. وأنا أعتقد أن قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي أعطى دفعة جديدة لهذا المطلب، والآن هو مطلب حاضر بقوة. وأتصور أن المجلس العسكري الانتقالي لا يملك سوى أن يتوافق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على هذه الصيغة التي تضمن مشاركة نوعية للجيش داخل المجلس السيادي، وأيضا يصبح هناك نوع من التوليفة التي تدير العمل في الدولة عبر حكومة مدنية انتقالية. هناك صحيح تباين أيضا في النظر إلى الفترة الانتقالية وأمد الفترة الانتقالية بين رؤية تجمع المهنيين ورؤية قوى إعلان الحرية والتغيير ورؤية المجلس العسكري الانتقالي. هل لها أي أبعاد المجلس سياسية العسكري الانتقالي برأيك؟ يفكر بشكل كامل نعم، هل لهذه المهلة التي تتحدث عنها أي أبعاد سياسية؟ الواقع هذه التخوفات هي تخوفات مشروعة، وتجارب السودانية السودانيون الآن يستبطنون تجارب من الماضي، وأيضا على المدى الأفقي رأوا تجارب كثيرة في العام 2011 في ثورات الربيع العربي وكيف سرقت هذه الثورات وكيف انحرف المسار عن تلبية مطلوبات الشارع في كثير من الدول المحيطة. وأتصور الآن أن ما يحدث في الجزائر والسودان يعني هو فيه استفادة كبيرة من دروس لشعوب أخرى في المنطقة انزلقت وانحرفت المسارات في الثورات إلى اتجاهات غير محمودة. والآن محاولة حراسة الثورة، محاولة تضييق المسار حتى لا يفلت المتظاهرون والمحتجون والمعتصمون أهدافهم من أيديهم وأن يتمسكوا بسلمية هذا الحراك إلى منتهاه الأخير لبلوغ الغايات المطلوبة دون الوقوع أو السقوط في مستنقع التجارب التي بنيت بفشل أيضا يعني سواء عبر تدخلات. نعم، المجلس العسكري الانتقالي تحدث أن تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها هو في ملعب قوى المعارضة، أليست برأيك أن هذه الخطوة كافية لبناء الثقة بين هذين الطرفين، بين المعارضة من جهة وبين المجلس العسكري الانتقالي، أم أن تجارب الانقلابات السابقة في بعض الدول وخاصة الدول العربية يعني تجعل هذه الثقة بعيدة بناء على ما تفضلت؟ وشبح وجود العسكر شبح مزعج بالنسبة للمدنيين. وصحيح أن الحديث عن حكومة مدنية تتكون من كفاءات أو من تكنوقراط أو من قوى سياسية هي التي قادت الحراك الثوري، كل هذا يعني لا خلاف عليه، لكن الأمر يتعلق بوجود شبح المجلس العسكري أمام مخيلة الناس وكيف ذهبت التجارب في السودان وفي غير السودان إلى الذهاب إلى أهداف أخرى غير أهداف الثورات التي تنشد أن تنشئ دولة مؤسسات، أن تنشئ دولة قانون، أن يصبح هناك فصل تام بين السلطات، أن تؤسس لحريات ولديمقراطية كاملة. هذا الأمر يناقض حقيقة الرؤى العسكر في قالب البلدان، وبالتالي أنا أتصور أن هذه تخوفات مشروعة. والآن الثورة السودانية بعد التي تعد هي الثورة الثالثة بالنسبة للشعب السوداني إلى جانب الاستفادة من تجارب شعوب أخرى في المنطقة، هذا الأمر يعني أنا في تصوري أنه لا يمكن التنازل عنه بأي كيف من الكيفيات. والآن ومن الواضح تماما أن حركة الضغط التي يمارسها الشارع في السودان ستتصاعد متى ما تباطأ المجلس العسكري في الانتقال إلى مربع قبول تأسيس مجلس سيادي يقوم على أساس مدني بمشاركة عسكرية. الآن الناس مقتنعون في السودان تماما أن الجيش السوداني له سهم في هذه الثورة بانحياز الرتبة الصغيرة إلى الشارع، وأصبح هناك ضلعين في معادلة
التغيير. الضلع الأول هو الحراك الذي قادته الجماهير في الشارع إلى أن بلغ على مدى 4 أشهر إلى أن بلغ مرحلة الاعتصام الكامل أمام قيادة الجيش. وهناك أيضا الضلع الآخر هو العسكريون الذين انحازوا بشكل صريح إلى جانب الحراك، وتم اعتقال بعضهم واستشهد منهم من استشهد إلى جانب الشهداء المدنيين. أصبحت هناك نوع من الشراكة. صحيح أن الرتب العليا في الجيش إن لم يكن موقفها إلى الضد لم تكن متفاعلة بشكل صريح مع الحراك الثوري في الشارع، لكن في النهاية هذا لا يلغي أن يكون هناك دور للمؤسسة العسكرية في الفترة الانتقالية. هذا الدور يعني هي ليست لم تكن صاحبة القدح المعلى فيه، ستكون شريكة الخارجية بشكل من الأشكال. هذا ما أعلن في المؤتمر الصحفي لتجمع المهنيين، هذا ما تواضعت عليه هو إعلان الحرية والتغيير. الآن المجلس العسكري لم يذهب في اتجاه تلبية مطلوبات هذه القوى بشكل صريح وكامل، لم يقدم أو لم يرى الناس حتى الآن المحتجزين أو المعتقلين من رأس النظام إلى الشخصيات الأخرى رموز النظام، ولم تفتح الملفات بشكل كامل المتعلقة بوجود أجهزة موازية للأجهزة الرسمية للدولة، لم تتم تصفية على الأقل المظاهر الخطيرة المتعلقة بوجود ميليشيات. قبل أن يدهن الوقت لكن اسمح لي أن أطرح عليك سؤال متعلق بالاتحاد الأفريقي ومهلة 15 يوما التي منحها السياسي العالية التي يتمتع بها الشعب السوداني الآن. هل تسمعني؟ ويتمتع بها هذا الجيل الشاب، والآن كلما تطاول الأمد بوجود في ميدان الاعتصام هناك تبادل وتثاقف واسع حول كيفية يعني تحقيق الغايات عبر ثورة كان سلاحها السلمية، وهي الآن تمارس نمط يعني رفيع جدا من الممارسة السلمية عبر آلية الاعتصام بعد أن قادت هذا الحراك في الشوارع، وبعد أن انتفضت كافة المدن السودانية، وبعد أن قدمت الثورة السودانية الآن ما يقارب 80 شهيد، قبل الاعتصام حوالي 60 شهيد، وبعد الاعتصام ما يربو على 20 شهيد. هذه الأعداد الآن هناك حرص كبير أن هذه الدماء الزكية وهذه الأرواح لا بد أن يتمسك الناس وأن لا يعودوا من منتصف الطريق، لا بد أن يحققوا القيادة الكاملة للثورة السودانية. هذا الأمر لا سبيل للمجلس العسكري أن يتجاوزه بأي حال من الأحوال مهما حاول الالتفاف عليه. الآن الضغوط الخارجية تسحب في هذا الاتجاه أيضا، وأتصور أن حتى اللقاءات الدبلوماسية التي تمت مع نائب رئيس المجلس العسكري تلقى المجلس العسكري في بريده رسائل من دول أخرى تعبر عن هذه المعاني بشكل أو بآخر. السيد الجميل الفاضل، يعني للأسف يبدو أنه لا يسمعنا ولكن انتهى وقتنا. كنت معنا مباشرة من العاصمة السودانية الخرطوم، شكرا جزيلا لك. يعني كنا نود أن نطرح المزيد من الأسئلة عن الضغوطات الخارجية ولكن للأسف يبدو أن هناك مشكلة تقنية. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة. انتهت الفقرة السياسية لهذا اليوم، أعود إلى المطبخ مع الزميل توني.